السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين ياسين بونو يرفض عرض ريال مدريد من أجل المشاركة مع المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا 2024. يعني دار مصلحة تاع بلادها قبل مصلحة تاع ليكيب، مع اللي هو راه يلعب هو راه يلعب نورمال عادي. الناس اللي دار، شوف كيفاش الناس دير مصلحة تاع عادي، هذه خليها يعني خليها الناس اللي جاية موراه، يخلوها الناس يعني هذا العمل هذا يخليه الناس اللي جاية موراه، على بالكم بها، يخلوها الناس اللي جاية موراه. يعني ما جاباش ماشي دارها غير هكا، لا، ناس تخدم، الناس اللي عندها حس الوطنية، عندهم حس الوطنية، ماشي هدرة، ماشي هدرة، الناس تخدم، الناس تبغي بلادها، يعني بالحقيقة بالأدلة. انتوما راه اخر كيسموه عوار، بغيتو تردوه باللي عوار وغادي يسد يوم، ما غاديش يلعب كوب دافريك وما غاديش يلعب منا. عوار تقول لكم قالكم روحو تربحوه، روحو تربحو، قالكم روحوه وانا خاطيني وخاطيكم، بركم ما تكذبوه، قالكم بركم ما تكذبو عواره، مالكم كذابين، الناس كذابين، ديروا كلش. هاي راهي راهي نادي، هادي هاي في نهار، هاي في يومين، وين قال لك على بونو عدم المشاركة في كأس أمم إفريقيا مقابل، يعني مقابل توقيع له حملة مسعورة ضد ياسين بونو لعرقلة انتقاله إلى ريال مدريد. وين يتعرض الحارس المغربي ياسين بونو لحملة شرسة لعرقلة انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، وفي الوقت الذي اتفق فيه ريال مدريد مع ياسين بونو على كل شيء، بدأ بعض صفحات ووسائل الإعلام بالتأثير لإضعاف الصفقة. وفي هذا الصدد، وانكشفت قناة كوبا إسبانيا أن انتقال بونو إلى ريال مدريد سيؤثر على نتائج الفريق في حال شارك في كأس أمم إفريقيا في جونفي من العام القادم. وزعمت قناة ثلاثة أن ريال مدريد اشترط على بونو عدم المشاركة في كأس أمم إفريقيا مقابل التوقيع له. وفي المقابل، نشرت صحيفة أنصار ريال مدريد الفرنسية أن ريال مدريد سيخسر عدد من المباريات في حال انتقال بونو لريال مدريد. وحسب الصحيفة ذاتها، فإن بونو يلعب للمنتخب المغربي مقابل على مشاركة في كأس العالم، كأس إفريقيا، وانتدابه من قبل ريال مدريد سيحرم الفريق من خدماته في 12 مباراة سيلزمه تاريخيا مع البطولة الإفريقية للأمم. يا ودي غادي هو يلعب مع بلاده والفضل لكم تربحوا، ويلعب في إشبيلية ما خاصو والو، إشبيلية يدي فيها ليتي يدي فيها منا، ما يدري إشبيلية ما رايش كيما نقولو حنايا ما رايش مليحة 100%، بصح هو يدي ليتي إشبيلية كي توصل لواحد المرحلة تدي ماكم الفض عنده الحق على جال بلاده، هذه هي الناس تبغي بلادها. نهضر على سيوبير، كيف سيوبير راك تهضر على المغرب، نهضر على المغرب، هضروا في الرياضة، نهضر في الرياضة نورمال خويا، هذه هي، أنا نهضر في الرياضة نورمال، والله لا نهضر في الرياضة ونقعد نهضر الرياضة، كي يربحوا نهضر عليهم، يخسروا نهضر عليهم، مكاش مشكل، إذا نتوما عندكم إشكال قولوا لنا. هذه هي اللي عنده إشكال يجي يهدر معنا. أمالكم أنتم متعقة ولا؟ إيوي قالوا واحد الكلمة،
واحد الكلمة كانوا يقولوا لنا، يعني واحد يبغي يوريك، واحد يبغي يوريك يقول لك شوف ودي خويا، يقول لك وري لي طائر صنع عش داخل قفص. قلت شو كيفاش؟ يقول قول لي كاين طائر مكاش، كاين مكاش هماك او غير بشويه تفكروا يا ودي. عاد باش راني نشوف باش راني نعاود، راني نعاود في البول تاع راكو سموه ابو خالد هذاك، ابو جلال هذاك، قلت لي مركا بونت بونت، والاسيست هذيك تاع الاخر بونت، باش يكون على بالكم بونت شباب ناس ماركات بونت شباب بونت. نلعب بولا وانتوما قعدوا ورونا نلعب بولا وانتوما قعدوا غير زروقي خلطها مع لونترينير هذا مكان الشعبوي. قلعوا ذي الشعبوية، قلعوا قلعوا بيت نجحوا، قلعوا ذي الشعبوية، قلعوها قلعوها. أنا نقول لكم قلعوا 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 ذي الشعبوية خالكم، قلعوها خير قلعوها. قالوا الشعبوية بلكم تقصوا على الغاشي، بلكم والله العظيم بلكم تقصوا على الغاشي، راكم تقصوا على الغاشي والله، راكم تقصوا على الغاشي. قلعوها قلعوها باغي نجربو الغاشي نتوما. يا مندي الشيخ عيسى، شو بي عيسى يا ودي عيسى مندي، تفرج تاع الشيخ عيسى مندي يا ودي عيسى مندي، نهار لي مكانش يلعب النيفو تاعو هود، ما ولات كاينة لا صخرة دفاع لا كلية تاع دفاع، الناس قاع انكشفت. عيسى مندي نتوما تهضرو على عيسى مندي، عيسى ماندي حاجة كبيرة، عيسى ماندي هادي مكانش يلعب في بياريا، يعني من وين النيفو تاعو شوية هو الديفونس كاملة تاع الجزائر هودت مالكم. عيسى ماندي نتوما تهضرو على عيسى ماندي، علاش تقول على عيسى ماندي؟ مدرب كيسمو حقا مانشيني هذاكا دا كوب دا كوب دورو، صاب روحو ما صاب روحو ما طاقلهاش في طليان استقر، حط استقالة تاعو قال تبقاو على خير. واو لا حنا لا حنا واحد المدرب في جنوب في في افريقيا الوسطى قال لهم عندي عقد معنوي مع الشعب، وعلى بالنا على بالنا تشأمنت انايا وليت نبكي، تاع البكا اللي بكيته بانيك وبكينا او لينا نقولو او تاع الشعب بكيت انا امنت انايا على بالكم بكيت تات غاشيت هادي هي والله، انا بكيت تات غاشيت امنت دابو قاعدين قاعدين غير الشعبوية يعطي. والله العظيم ما تبروها وكتو كيفاش رجالة تبغي بلادها كلي في بلاد وكاين كيما نقولكم قتلوها قتلوها وهم مقودين نتوما. والله ما الآن أمنوا لين رجالة وإن شاء الله بربي وتشوفوا والله لا تشوفوها باش تدو العبرة من الناس لي لي يخدمو، باش تدو العبرة من الناس لي تخدم، هذه هي اخويا. ما
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.